مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. عدد كبير من النساء اللي بتعاني من تكيس المبايض او البي سي او اس بيعانوا من زياده بالوزن، فبيلجأوا لكثير انواع من الدايتس، وبكثير من الاوقات بيفشلوا انهم يخسروا من الوزن. فسؤالهم دائما بيكون شو هو افضل نوع دايت لحتى يتبعوه بهيدي الحاله. قبل ما نبلش بالفيديو ونحكي عن نوع دايت المناسب للبي سي او اس، ضروري تعرفوا شو هن اعراض البي سي او اس. فشو هن اعراض تكيس المبايض؟ اولا في عنا دوره شهريه غير منتظمه، ثانيا في عنا ارتفاع بالهرمونات الذكريه اللي بتؤدي لظهور الشعر بمختلف مناطق الجسم وتحديدا بالوجه، وايضا ظهور الحبوب. ثالثا في عنا زياده بالوزن غير مفسره وصعوبة بخسارة الوزن، وأيضا في عنا الأكياس الموجودة على المبايض اللي الطبيب بيقدر يشوفها. فكرمال هيك الأشخاص اللي بيعانوا من هيدي الأعراض ضروري إنه يرجعوا لطبيبهم ويستشيروا طبيبهم حتى يلاقي لهم الخطة العلاجية المناسبة. ولكن أيضا لازم تعرفوا إنه الدايت بيلعب دور كتير مهم بهيدي الحالة. فقبل ما نحكي عن الدايت ونوع الدايت اللي لازم تتبعه بحالة البي سي أو إس، اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل فيديو حصري بنزله على القناة. وهلأ يلا نبلش. شو هو سبب زيادة الوزن بحالة تكيس المبايض؟ السبب الرئيسي بزيادة الوزن بهذه الحالة هو مقاومة الانسولين او الانسولين ريزيستنس اللي بتصير عند 30-75% من النساء اللي بيعانوا من البي سي او اس. لما يصير في عندكم مقاومة الأنسولين بيصير في خلل بالهرمونات، وخاصة الهرمونات اللي بتأثر على الجوع، على الشبع وعلى تخزين الدهون. كرمال هيك بتصيروا بتعانوا من زيادة بالوزن. أما بالنسبة للدايت اللي لازم تتبعوه، اليوم رح أحكيكم عن مختلف أنواع الدراسات وأحدث الدراسات اللي انعملت حتى يدرسوا تأثير العناصر الغذائية ومختلف أنواع الدايت على البي سي أو إس. هلا في كتير نظريات بتختلف وكتير تيوريز حول نوع الدايت اللي لازم ياخذوه الأشخاص اللي بيعانوا من البي سي أو إس. فأشخاص بتلاقون عم بيقولوا لكم تبعوا لو كارب دايت أو هاي بروتين دايت أو كيتوجينيك دايت وغيرها من أنواع الدايت. في دراسات توصلت لأنه أنواع الدايت اللي بيحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة والدهون الصحية مثل زيت الزيتون، مكسرات، الأفوكادو وغيرها، أدت لأعلى نسبة من خسارة الوزن عند هول الأشخاص. أما من جهة تانية في دراسات أثبتت إنه الدايت اللي بيعتمدوا على نشويات ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، مثل شو يعني عنا الحبوب الكاملة مثل القمح، الشوفان، البرغل، الرز الأسمر، الخبز الأسمر وغيرها، وأيضا الفواكه والخضار، أدت لتحسين الدورة الشهرية عند هول الأشخاص. زيادة عن هيك بعض الدراسات أثبتت إنه الدايت اللي بيعتمدوا على low carbs أو نسبة منخفضة من النشويات أدت لتحسين مقاومة الأنسولين وأيضا لتحسين نسبة الدهون بالدم وخاصة الكوليسترول بالدم. أما بالنسبة للدايت اللي كانوا عم يعتمدوا على نسبة عالية من البروتين أدوا لتحسين المزاج وخفضوا كتير من نسبة الدبرشن والاكتئاب عند هول الأشخاص. ليه؟ لأنه عند الأشخاص اللي بيعانوا من البي سي أو إس هول الأشخاص بيعانوا كتير من تقلبات المزاج، من ديبرشن وغيره. حتى نوصل لخلاصة، نوع الدايت اللي بيجمع بين كل هول أنواع الدايتس اللي أنا حكيت عنهم هن تو دايتس نحنا بنقدر نتبعهم بحالة البي سي أو إس وهن الأنسب لهول الأشخاص. شو هن هول تو دايتس؟ في عنا داش دايت اللي هو دايتري ابروتش تو ستوب هايبرتنشن، او الدايت اللي بينعطى للاشخاص اللي بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم. والثاني دايت اللي هو الميديترانيان دايت او دايت الشرق الاوسط اللي بتبع بمنطقه الشرق الاوسط. شو ميزات هول الاثنين دايت؟ هول الدايت بيرتكزوا بالدرجه الاولى على الخضار والفواكه، سو بهذا الدايت بيتناول نسبه عاليه من الخضار والفواكه اللي بيحتوي على الالياف وايضا الانتي اوكسيدون اللي كثير مهمين لكم. زيادة عن هيك هذا الدايت بيرتكز على الدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون، وأيضا الدايت هيدا بيعتمد على تناول الأسماك اللي بتحتوي على الدهون غير المشبعة اللي هن الأوميجا 3 اللي كتير مهمين لكم، وأيضا بتحتوي على الفيتامين دي. وما ننسى إنه هول الدايتس بيعتمدوا على تناول الحبوب الكاملة يعني مثل القمح، الخبز الأسمر، الشوفان، الرز الأسمر، والحبوب مثل الحمص، الفول، العدس وغيرها.
وزيادة عن هيك ما تنسوا انه تكونوا عم تشربوا كمية كافية من المي، تكونوا عم بتناموا بشكل كافي يعني من 6 ل 8 ساعات يوميا، وايضا ضروري انكم تعطوا اهمية كتير كبيرة للرياضة والسبور، وخاصة اذا بتكونوا عم تجمعوا بين الكارديو والتمارين المقاومة. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى تكونوا استفدتوا منه. ما تنسوا تعملوا لايك شير، تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد، وانتوا هنا بفيديو